شكل تعاقدهم مع هذا؟ والله المرور الفوج طوارئ. ايش فيهم؟ يعني متعبين، يعني مرقمين، عندنا رقم وعندنا سنوية ويحاسبونه. تعال 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 تعال، خايفتهم شنو مشكلتكم؟ تعال. شلون؟ فوج طوارئ والمرور، يعني متعبين كلش، يعني جاي يكضون. جاي يكضون بينا الصبحية واحنا مرقمين، هذا رقم لي ورا شوفه. يعني وين ما راح يكضونه ويحاسبونه على السنوية، عندنا سنويات ويكضون بينا. يعني كل حجة موعد. يعني انت عندك الرقم وعندك السنوية وعندك الإجازة؟ كاملة كاملة كلها كاملة كاملة ويحاسبونه. يعني ليش يحاسبونه؟ يحاسبونه والصبحية ما يخلونا نطلب الشورجة ما نشتغل. شو يريدون؟ يعني كلنا على مزاجهم يريدونه. عم قصوا وصولات وهالامور؟ لا وصولات ما قاصيلي لي هسه، ما قاصيلي. ماكو شو ان شاء الله. ما قاصيلي ابد. بس يعني مضايقات من عندنا. يعني مضايقينه كلش بساحة الوسبة وبالسنك. والصبح بالرصافي يكضون بينا، يعني حتى الرقم يكضونه. اها. يعني انا معلش يعني انا معلش ما طلع من الصبح هسه غير عن عيشتي. يعني ما مطيع لا راحة، لا يخلونا نشتغل، لا يخلوك تطبق، هسه من تطبق يجي ياخذ السويتش. ليش طابق؟ كان اقول له جاي نزل عبري، يقول لك المهم نزل عبري نروح نزليه قدام. يعني حتى بالمثلث ما يخليك تنزل عبري. الله يكون بعونك. عيونه خالد. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم، وتلاحظون هذول معاناه اصحاب التكاتك. اصحاب التكاتك يقول لك انا مرقم وعندي الاجازه وعندي السنويه وكل الاجراءات القانونيه المروريه، لكن فوج الطوارئ والمرور. زين انت ذات المرور تحاسبه، تحاسبه على شنو؟ غير تحاسبه على اجازه، تحاسبه على سنويه، تحاسبه انه اذا ما عنده رقم، تحاسبه على هذا الشيء. لكن هو كل الاجراءات موجوده عنده، كل الاجراءات موجوده عنده. خلي الناس تسترزق، اذا انتم تحاربون هالتكاتك كان من بدايه امنحها او ما ادخلها. انتم قاعد تدخلون بكثره، تدخلون بكثره لبغداد. ونشوف احنا هاي التكاتك اللي موجوده، تدخلوهم من هنا وتحاربوهم من هنا.